الامتحان النهارده تفضلت كام، اخباره ايه؟ كان حلو الحمد لله. احكي لي، في افكار غريبه في الامتحان في الاسئله؟ لا، كان كويس. كام سؤال؟ 20 سؤال طبعا. فيه تركات ولا الامتحان اربع اسئله تقريبا بالعدد اللي هم تركات؟ نقدر نقول الامتحان في مستوى الطالب ايه؟ تحت المتوسط. تحت المتوسط؟ صراحة يعني ما مش صعب. الامتحان اصلا اللي فات كان صعب موت، لكن السنة دي جميل الحمد لله. هو اسهل ولا الجبر اسهل؟ لا هو اسهل. هو اسهل بالنسبة ده بالنسبة للرياضيات البحتة، احنا بنتكلم عن الرياضيات البحتة. لا هو اسهل من الجبر. الجبر كان فيه لعب بالالفاظ شوية يعني، فوقع شوية ناس، لكن ده ما كانش لعب بالالفاظ خالص، كان مباشر وجميل. مباشر 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 وجميل. في افكار غريبة ولا شاذة ولا بتعجيزية؟ لا. بس شكرا، توفيق. طبعا طلاب شعبة علم الرياضة انتهوا من الامتحان، وطبعا دي ردود فعل الطلاب الطلبة. بعد إذنك يا كابتن. أخبار الامتحان إيه يا رجالة؟ طبعا في طلبة بتقول الامتحان سهل، وفي بعض الطلبة بتقول الامتحان في تريكات، لكن الغالبية العظمى من الطلبة بتقول انه الامتحان ما فيهوش صعوبة، في تريكات بسيطة طبعا لتمييز الطالب المتوسط او طالب الفائق اللي هو طبعا بيقفل الامتحان. الامتحان اخباره ايه يا كابتن؟ ليه ازاي بقى؟ احنا ضايعين. بص هو الامتحان تمام، بس كان في مثلا كان عندك سؤال بتاع، هو كان عندي في نموذج بيه كان اخر سؤال مقالي اختيار من متعدد. هو كان يعني تفكير عالي. سؤال واحد يعني اللي هو تفكير عالي. وباقي الاسئله هو اغلبيتها متوسطه حلو. فيها افكار صعبه يعني ولا؟ لا هي كانت الفكره اللي انا قلت لك عليها دي بس. بس لكن مستوى الامتحان باقي كله كويس. هو متوسط يعني. متوسط. تفكير شويه. ايوه. مستوى الامتحان اخباره ايه؟ في تريكات صعبه؟ لا يا رجاله. اخبار الامتحان ايه؟ اخبار الامتحان ايه؟ الامتحان اخباره ايه؟ الامتحان الامتحان اخباره ايه يا رجاله؟ سهل. في تريكات ولا؟ سهل سهل يعني. اخبار
اخبار الامتحان ايه؟ في تريكات ولا؟ في كم جزئيه صعبه؟ جزئيتين او ثلاث اجزاء، خمس اجزاء بس الامتحان في المجمل كويس. هو اسهل ولا الجبر؟ لا الكالكولس. بالنسبه للرياضات بحت، انا بتكلم عن الرياضات البحت. لا الكالكولس اسهل. الجبر كان اسهل؟ لا التفاضل. التفاضل كان اسهل. في اسئله تعجيزيه ولا اسئله مثلا افكار غريبه؟ بس قليلين، هم سؤالين تقريبا اللي هم الكالكولس. جزئيه الاسئله المباشره اكتر ولا؟ لا المباشره. المباشره اكتر. لا يعني انتم مبسوطين من الامتحان؟ مبسوطين من مستوى الامتحان؟ توفيق يا رب في اللي جاي. شكرا. تعالى يا ولد. احكي لي بقى اخبار الامتحان ايه؟ يعني هل الاسئله فيها اسئله تعجيزيه، فيها افكار غريبه، فيها حاجات من الامتحان اللي هو موجود على موقع الوزاره كان السنه اللي فاتت؟ هي يعني نفس الافكار، يعني افكار مقبوله. لا الدنيا يعني في اسئله تعجيزيه؟ لا مش قوي، يعني ممكن مثلا سؤال اثنين. نقدر نقول الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولا اقل من المتوسط؟ المذاكر. فيه حاجات مثلا يعني احتاجت تفكير كتير، احتاجت مثلا تركيز اكتر في كم سؤال كده، يعني اللي هو تتسمه في الاخر دول اللي هياخدوا وقت. في اسئله اجاباتها متشابهه ولا؟ في بس قفلت الامتحان. لا مش قوي. التوفيق. شكرا لك. امتحان اخباره ايه؟ كويس؟ هو جزئيات المقال يعني فيها طبعا اعتقد ان يعني بالنسبة للعامة من طلاب الثانوية العامة يعني بيؤكدوا انه الامتحان سهل. في بعض طبعا الجزئيات اللي هي من الطالب المتفوق، ده طبيعي في اي امتحان. مش لازم، يعني مفيش امتحان في الدنيا سهل بنسبة 100% او صعب بنسبة 100%، ولكن طبيعي انه يكون في جزئيات تميز مستويات الطلاب، تقيس مستويات الطلاب المختلفة. في طالب بيقفل الامتحان بشكل كبير، وطالب بيسيب نقطة أو اتنين، فده الطبيعي إن يكون الامتحان فيه جزئيات صعبة لقياس المستويات وفرز مستويات الطلاب. ولكن امتحان النهاردة التفاضل والتكامل اللي فيه شبه اتفاق من الطلبة إنه الأسئلة مباشرة، الأسئلة ما فيهاش جزئيات تعجيزية، ما فيهاش يعني صعوبات كبيرة. ولكن إن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق للطلاب الثانوية العامة. شعبة علم الرياضة لسه عندهم مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا والديناميكا يوم الأربعاء اللي جاي ويوم السبت إن شاء الله اللي جاي. الأحياء شعبة علم العلوم عندهم مادة الأحياء يوم الأربعاء، وشعبة الشعبة الأدبية عندها امتحان مادة الفلسفة، وبالتالي كده تبقى امتحانات الثانوية العامة انتهت بشكل كامل. إن شاء الله نتمنى التوفيق يا رب، وعقبال نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله بإذن الله احتمال تبقى نهاية الشهر الجاري أو بحد أقصى بداية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم. ده كان متابعتنا لردود أفعال طلاب الثانوية العامة على امتحان مادة التفاضل والتكامل. إن شاء الله بإذن الله على موعد مع حضراتكم يوم الأربعاء القادم أثناء امتحان الطلاب الأحياء والفلسفة والاستاتيكا. شكرا لكل متابعي اليوم السابق.